طيب نروح بقى عبر سكايب نعرف ان الدنيا ماشيه ازاي في هولندا. انا معايا عبر سكايب كابتن حسام مهدي مدرب نادي بويتن فيلدرت للشباب في هولندا، ونفهم منه الدنيا ماشيه ازاي. يا كابتن حسام اهلا وسهلا بيك، مساء الفل. كابتن ابراهيم ازي حضرتك، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ طمنا عليك في الظروف الصعبه دي. والله الحمد لله احنا كويسين بخير الحمد لله. للاسف الظروف صعبه شويه بس الحمد لله احنا يعني بخير وكويسين الحمد لله. نفهم منك برضو احنا عندنا مشهد هنا ملتبس طبعا فيما يتعلق بمساله خصومات اللعيبه، عوده الممارسات والمنافسات الكرويه. كان في اجتماع ما بين الاتحاد الهولندي والانديه، ايه اهم القرارات اللي تم اتخاذها هناك كابتن؟ وكان في اجتماع بين الاتحاد الهولندي الاسبوع ده، وكان في اكتر من سيناريوز اتكلموا فيها. هل هيرجع فيها النشاط او في حاله لو النشاط ما رجعش ايه اللي ممكن يحصل؟ فكان قرار واضح من بعض الانديه ان هم مش محبذ رجوع الدوري دلوقتي، لان الدوري كان اوريدي ناقصه 4 اسابيع وينتهي. فاحنا كنا بنقرب من نهايه الدوري، فبعض الانديه بتقول ان مش منطقي ان هو يريحه دلوقتي، لان لسه في قرار من رئيس الوزراء هيطلع 21 الشهر ده يقول لو الحاله اللي احنا فيها اللي هي شبه لوك داون، يعني اللي احنا قافلين كل حاجه مفيش حياه بالظبط. فكل ده بيرجع طبعا للحكومه. لو الحكومه قالت الحياه الطبيعيه هترجع يبقى الحياه الطبيعيه هترجع، لو قالت لا فهنفضل لسه في الحاله اللي احنا فيها دي. بس طبعا السيناريو لو الدوري هيرجع هيكون بدايه من 19/5، بس دلوقتي كمان بقى اصعب شويه، لان حضرتك محتاج على الاقل من 6 اسابيع ل7 اسابيع لاعداد اللاعبين مره ثانيه. والاويفا بيقول انه انت لازم تخلصي الدوري قبل بكتير بكتير قبل 1/8، فطبعا المواضيع صعبه شويه. صحيح. طب انتوا في نادي في نادي بويتن فيلدرت للشباب او في المرحله العمريه اللي بتتولى فيها تدريب الفريق، بتعملوا ايه؟ بتتعاملوا ازاي مع الموقف ده على المستوى ده؟ كمان برضو ما هوش سهل برضو. صعب جدا، بس للاسف احنا كمان عندنا تم الغاء دوري الناشئين، يعني تمهيديا تم الغاء دوري الناشئين لحد كمان 21 سنه. البطولتين اللي لسه معلقين، الدوري ممتاز والدوري الدرجه الثانيه المحترفين، انما بقيه الحاجات كلها اتلغت السيزون ده تماما. كله اتلغى؟ لا كله اتلغى تماما للاسف. فده طبعا كان صعب جدا، بس احنا بنحاول برضو نفضل نتابع. بتتواصلوا ازاي طيب مع اللعيبه بتاعتكم في فرق الشباب او الناشئين؟ احنا كل اسبوع عندنا في الاسبوع ثلاثة ميتنجز على السكايب بنعمل فيه. كل عندنا يعني معد بدني هو بيتابع اللعيبه ثلاث مرات في الاسبوع، واحنا كلاعبين كلنا بنكون موجودين في ميتنج كل يوم مثلا الساعه 11 الصبح. بنشوف اللعيبه وبنتكلم مع بعضنا برضو، بحيث ان احنا نفضل واحنا ما عندناش حاجه. احنا بالنسبه لنا الدوري اتلغى، بس لسه اللعيبه برضو موجودين مع بعض. وكمان ده بيحصل بالظبط مع الدوري ممتاز، مثلا مع اياكس برضو نفس الحاجه عندهم. عندهم ده نفس البرنامج برضو، شغالين بحيث ان لو الدوري رجع يبقى هم جاهزين، مش محتاجين وقت كبير جدا ان هم على ما يجهزوا تاني. هيبقى الموضوع صعب، بس هم لسه يعني بيحاولوا ان هم يكونوا جاهزين الفتره دي. يعني عظيم. طيب ايه حقيقه تبرع لاعبي المنتخب الاول في هولندا والمنتخب الاولمبي للسيدات لانديه القسم الثاني والحد السادس؟ هل فعلا ده حصل؟ ده فعلا حصل. لعيبه المنتخب الهولندي الاول ولعيبه المنتخب الاولمبي ولعيبه المنتخب يعني منتخب السيدات كمان، دول جمعوا 11.5 مليون يورو، وده هيتم انفاقه على الانديه بدايه من الدرجه الثالثه لحد الدرجه السادسه هيتم انفاقه عليهم. ده لسه كمان ده من اللعيبه فقط، لسه اكيد هيكون في الراعي الرسمي للدوري الهولندي او للاتحاد الهولندي. كمان مع الاتحاد الهولندي هيكون اكيد في مبالغ ثانيه هتطلع كمان منهم دول. اعتقد ان الامور بتحاول تتحل بالشكل ده، يعني بالنسبه طبعا لان الانديه من الدرجه الثالثه للسادسه طبعا ما عندهمش نفس السيوله بتاعت الانديه زي اكس وبي اس في وازد والانديه دي. فدول كمان بيحاولوا يشوفوا لهم حلول بحيث ان هم يفضلوا يطلعوا مرتبات المدربين. انا كنت بسمعك برضه من شويه ان الموضوع في مصر مختلف عن هولندا. هنا في عقود عمل ما يعرفكش خلاص، انا مرتبي كده، انا باخد كده كده في السنه، فده عقد عملي فانا لازم اخده. على عكس مصر الامور ممكن شويه تحل وديا. هنا للاسف مفيش كده. يعني هنا للاسف مفيش كده. ايه لو انت قعدت ما تاخدش فلوسك
ولا لو انت لو قاعد تاخد فلوسك، لازم تاخد تاخد فلوسك فلوسك لان انت لازم. متفق على العقد، عقد مقفول. بالظبط كده. طيب هل في انديه دلوقتي بتتعاقد مع لعيبه ولا كل الدنيا مقفوله زي ما انت ما بتقول؟ لحد 1/6 ممنوع تعاقد اي لاعبين، ممنوع التعاقدات عموما. ان الفيفا جاء قرار الانديه النهارده ان لحد 1 مايو كمان مفيش اي تعاقدات، وده مقفول. ف يعني الرسمي كمان مفيش اي تعاقدات هتبقى سارية من الفترة دي خالص لحد شهر 6 يعني. طيب من خلال تواجدك بقى في هولندا، هل عندنا لعيبة مصريين في مراحل سنية مختلفة، ولو في منهم في حد واعد ولا لأ؟ في كتير جدا وللاسف انا كنت بحاول، يعني بحاول اتواصل مع حد في الاتحاد المصري عشان نحاول نوصل ان في لعيبه موهوبين كتير جدا، مش في هولندا بس عموما في اوروبا. يعني انت بتتكلم، انا في فرقتي مثلا على سبيل المثال 2 مصريين، لعيبه مصريين من اصل مصري ولعيبه كويسين جدا، وعلى كده بقى في لعيبه كتير جدا مواليد كام؟ في كل مواليد الانديه كام؟ مواليد كام؟ صغيرين. يعني بتبدا تتكلم من 12 سنه لحد 21 سنه، لعيبه كلها تحت السن، بس لعيبه كلها كويسه كويسه جدا جدا، يعني طب تفيد مصر يعني. يا ريت نتواصل مع الناس في المنتخبات المختلفة، يعني تبقى حاجة عظيمة يعني إن شاء يعني الله بإذن الله. انا موجود، يعني انا بحاول والله اعمل كده، ولو في اي حد من الاتحاد المصري محتاج يشوف اللعيبه دي فانا جاهز طبعا، ونتمنى نكون بنعمل حاجه زي كده اكيد تفيد مصر وتفيد كمان اللعيبه اللي موجودين هنا، اكيد بيحبوا مصر ونفسهم يبقوا موجودين في المنتخبات، بس للاسف ما فيش اللينك ده يعني. صحيح، احنا هنقوم بالدور ده. يا كابتن حسام انا بشكرك شكرا جزيلا، وبتمنى لك كل التوفيق، وحافظ على نفسك وخد بالك من نفسك. متشكر جدا، كنت سعيد انا مع حضرتك النهارده. اشكرك شكرا. شكرا جزيلا كابتن حسام مهدي، وبنبقى مبسوطين حقيقة جدا مدرب فريق الشباب في نادي بويتن فيلدرت الهولندي.